سلام الله عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا في كل مكان لنقرأ معا الصحف المغاربية الصادرة اليوم والتي نستهلها بالاطلاع كالعادة على الصحف الجزائرية. الصحف الجزائرية التي نبدأها من قراءة صحيفة الشروق اليومي، صحيفة الشروق اليومي وكغيرها من الصحف الصادرة صباحا في الجزائر ركزت على المشاكل التي يعانيها قطاع التربية وعنونت صفحتها الأولى فوضى بالمدارس بسبب استفتاء الباك وإلغاء كشوف النقاط. إجبارية التواصل الإلكتروني تربك الأولياء ومديري المؤسسات التربوية. هذا ما أوردته الشروق في هذا السياق. عنوان آخر بارز أبرزت فيه موضوع يتعلق بطلب الجزائريين للفيزا شنغن، وقالت هذا جديد فيزا شنغن للجزائريين بداية من شهر أبريل، وهو ما أوردته صحيفة الشروق اليومي من معلومات عن طريق السفير الفرنسي الذي تقول أنه أكد أن السفارة هي الجهة الوحيدة التي تمنح التأشيرات. موضوع التربية والإضرابات وطبعا الحوار بين ممثلي النقابات المضربة ووزيرة التربية سيطر أيضا على الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، وهو ما نقرأه من عنوان في صحيفة الخبر. صحيفة الخبر قالت أن الوزارة تتمسك بالخصم والكنابيس تهدد عودة الانسداد، هذا العنوان الذي اختارته صحيفة الخبر اليومي، وكتبت تحته بأن الوزارة والنقابات المضربة لم تتوصل إلى حل خلال هذه اللقاءات، وأن المشاكل المطروحة لم تصل بعد إلى مستويات التفاهم، وأن المرحلة تتعقد يوما عن يوم وتصل إلى الانسداد. من جهة أخرى انسداد آخر، مشاكل أخرى يعانيها قطاع آخر وهو قطاع الصحة من خلال إضراب الأطباء المقيمين. عنوانته صحيفة الخبر بالأطباء المقيمون يهددون بالاستقالة الجماعية. تقول الصحيفة أن هذا التهديد جاء بعدما فشل لقاؤهم بوزارة التعليم العالي. نقابة ممارسي الصحة من جهة أخرى تقول الصحيفة ترد على وزير العمل بعد توجيهه لاتهامات للأطباء حول العطل المرضية المزيفة وعطل المجاملة. ذات الموضوع ركزت عليه في صفحتها الأولى صحيفة البلاد الصادرة اليوم. صحيفة البلاد قالت أن الجلسة الثانية من المفاوضات انتهت بلا نتيجة بين النقابات المضربة ووزيرة التربية، وعنونت صفحتها الأولى وهذا الخبر حوار بن غبريت الكنابيست الانسداد، الوزيرة الخصم من الأجور لا رجعة فيه، تقول الصحيفة. وبالمقابل أوردت الصحيفة عن بوذيبة لا تعويض للدروس الضائعة والعودة إلى الإضراب واردة. تعليمات رئاسية صارمة لاحتواء احتجاجات البطالين، هذا ما برر به زمالي وزير العمل الذي أكد تكليف الولات بترأس لجان محلية لترقية التشغيل. هذا بالنسبة للصحف الجزائرية الصادرة باللغة العربية. الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية أيضا لم تشذ عن قاعدة المشكلة الواقعة بين أو المشكلة المطروحة بين قطاعي التربية والصحة والوصاية. قالت صحيفة لو كوتيديان دورو إضراب الأطباء المقيمين وصل إلى التعفن. في عنوان بارز أيضا قالت بأن وزارة التربية والكنباست الحوار أمام موقف الانسداد. ذات الأخبار نقرأها أيضا في صحيفة الوطن التي قالت بأن اللجوء لطبع النقود تحذيرات صندوق النقد الدولي، وأشارت إلى موضوع إضراب الأطباء وأضراب الأساتذة أيضا، وقالت أن فيما يتعلق بمجال التربية الوطنية الكنابيست تهدد بالعودة إلى الإضراب. هذه أهم الملفات التي تناولتها الصحف الجزائرية الصادرة اليوم، والتي ينضم إلينا لمناقشتها المحامي والناشط الحقوقي بالقاسم نيت صالح من الجزائر. بالقاسم نيت صالح، بعد الترحيب بك وشكرا على تلبية دعوتنا، كيف تقرأ وأنت القانوني من وجهة النظر القانونية هذا الإضراب ومآلاته والتعنت الواقع من الطرفين، سواء فيما تعلق بالإخلال بنقاط الاتفاق من قبل الوزارة أو حتى من قبل النقابات المضربة في قطاع التربية؟ أهلا بكم مشاهديك. قضية
تبدو أنها قضية كسر العظام بين الوزارة وبين النقابات. ضحيتها أبناء الشعب الذين يرتادون المدارس والذين لم يبقى على الامتحانات إلا بعض الأسابيع. كان شيء طبيعي. هذه نتيجة الحوار الطرش الذي بادرت به الوزارة والنقابات وكلاهما تعنت. المصيبة الكبرى أن هناك منذ البداية لم تكن هناك بداغوجية سياسية لحل حالة الوضع، حتى نمشي بالمدرسة عن تجاذبات. يعني بعد 7 أشهر نحن أمام كارثة عظمى، يعني ناهيك عن المستوى التعليم، ناهيك عن الحالة تاع المدرسة، ناهيك عن التكسئة، عن المطاعم، عن 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 إلى آخره. حوار الترشان من المسؤول عنه؟ بالنسبة إلي كقانوني اثنين، كالنقابة والوزارة، لم يراعي أحدهما مصلحة التلميذ أو المتمدرس أو ابن الشعب. من ناحية قانونية الحق الإضراب حق مشروع، وبالتالي رجوع إلى الدستور الذي يقر بأن حق الإضراب حق مشروع. هل كان واجب اللجوء إلى القضاء لتسوية وتسوية ملف هو تقني بين الوزارة والنقابة؟ هنا أراد كلاهما أن يكسر عظم الآخر، والكل في آخرة المطاف يريد استعمال ورقة الاستقرار حتى يتم الضغط عن الطرف الآخر ومساومته وابتزازه. أستاذ بالقاسم، أستاذ بالقاسم، كانت قد وصلت الأمور إلى أعلى نقطة لما تم التصريح بأن هناك تدخل لجهات عليا استطاعت أن تفرض العودة إلى الدراسة من جهة، لا أقول تفرض وإنما تقترح باقتراحات مقبولة، وتفرض أيضا على وزارة التربية بعض الاتجاهات التي تخفف من هذا الصراع ومن هذه القبضة الحديدية، ولكن ذلك لم يتحقق إطلاقا. فكأنما وزيرة التربية الآن تعكس وتعاكس اتجاه حتى تلك الاتصالات الفوقية. فبن غبريط الآن لما لا تستجيب لمطالب الأساتذة المضربين فهي تتجاوز حتى ما قيل أنه اتصال من الرئاسة. هو قضية النزاع القائم بين الوزارة والوزيرة والنقابة ليس بالجديد. هذه 2 أو 3 سنوات بدأت معركة شرسة بينهما. ماذا قالت الوزيرة وماذا اقترحت وماذا تقول النقابة وماذا تقترح؟ غياب ثقافة الحوار هي المصيبة الكبرى في هذا الوطن. غياب السلطة العمومية. لو كانت هناك سلطة عمومية لا الوزارة ولا النقابة توصل إلى ما وصلنا إليه اليوم. يعني حالة من الفوضى، من الفوضى العارمة في المدرسة الجزائرية. كل واحد يعني أصبح له رأي. هذا من اختصاص السلطة العامة. السلطة السياسية هي المختصة في حل هذا الإشكال نهائيا، ولكن أصبحت قضية مساومة في الساحة السياسية بين الأطراف والتجاذبات. آخرها ضحيتها هو التلميذ. أستاذ بالقاسم، في موضوع آخر يدخل على طبعا على هذا الموضوع، وهو ما يتعلق أيضا بإضراب الأطباء المقيمين الذي لم يجد حلا حتى الآن. باختصار، إلى أين يمكن التوجه مع هذا الملف وهو ما يزال يشهد على كل حال إثارة الكثير من الأسئلة وإثارة الكثير من الحبر على مستوى الصحف اليومية؟ والله العظيم يعني صراحة هناك أسرار في الملف هذا، أسرار، ويبدو لي بأن هناك
غياب نية لحل وحل حالة الوضع. أنا أتكلم معها نخبة، الآن النخبة هذه أصبحت جائسة، يعني تعيش من حالة من نجاح. الأطباء، المحامين، التعليم في الجامعة، يعني هناك يأس جماعي، يأس جماعي للنخبة. وبالتالي كان على الوزارة أن تأخذ، لماذا؟ أنا أطرح سؤال، حكومة موجودة لماذا؟ وجود الحكومة لماذا؟ إذا كانت غير قادرة عن حل المشاكل، أنا هذه الاستقالة، الاستقالة وتقدم، قال أنا قاعد انعدام الكفاءة في حل هذه حالة المشاكل. يعني هناكم خمس دقائق لجؤوا إلى رئيس الجمهورية يحل، للرئاسة تحل المشاكل. هذه من أسباب تقنية. أين هي الحكومة؟ أين هو رئيس الحكومة؟ وبالتالي أسئلة كبيرة. نعم. الناس تدينا إلى الهاوية، نحن على ذاهبين إلى الهاوية في هذا المنطقة. هذه ثقافة اللامبالاة، انعدام الكفاءة، يعني سياسة كسر العظام. يعني نوصل إلى كسر الوطن، يكفي. ألا يوجد هناك مسؤولين قادرين على حل المشاكل هذه؟ يمكن الناس واحد أخرين يحلوا المشاكل. نعم. اعتماد آلية الحوار. شكرا. ما تلجأش إلى القضاء وتستعمل القضاء لحل مشاكل ولا الأمن لحل هذه المشاكل. فأنت حل المشاكل. شكرا للأستاذ بالقاسم نايت صالح. قرأت وناقشت معنا ملفات الصحافة الجزائرية الصادرة اليوم، إطلالة أيضا واطلاع على الجديد الصحف والأخبار في تونس مع مراسلنا من تونس غفران الحسيني. مرحبا غفران. مشاهدين، نستهل جولتنا في الصحافة التونسية التي صدرت اليوم بالحدث الأبرز الذي أسال حبر الصحف التونسية في أبرز عناوينها، وكل صحيفة تناولته من زاوية، وهو موضوع اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج برئاسة رئيس الدولة الباجي قائد السبتي صباح هذا اليوم، حيث كتبت صحيفة المغرب: أزمة الحكم في تونس، حكومة ثالثة للباجي قائد السبتي أم فرصة ثالثة ليوسف الشاهد؟ كتبت الصحيفة: أن ما تعيشه الحكومة اليوم يجعلها تتصف بضعف الإسناد سياسيا وحزبيا، ولا يمكنها أيضا أن تصمد أمام غياب إسناد المنظمات الوطنية الكبرى، وهم الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، إذ أجمعت كلا المنظمتين على أن البلاد تشكو من أزمة قيادة وأزمة رؤية، وأنه لا يمكننا أن نواصل هكذا. يمكن أن نعود إليك غفران لقراءة الصحف، ولكن بعد أن نطلع على الصحف المغربية وأخبارها يقرأها في عودة اليوم نبيل عبداللاوي. مرحبا نبيل. مرحبا بك زميلي عبد السميع وبجميع السادة المشاهدين. استعراضا لأبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم، والبداية بيومية الأحداث المغربية: عمر الحكومة يثير الجدل، العثماني يؤكد استمرار الحكومة ويفند مزاعم الانتخابات المبكرة ويقول إنه كلام الفيسبوك. لا يكاد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية يفلت أي مناسبة حزبية وحتى حكومية لبعث رسالة مفادها أن الحكومة مستمرة في مهامها لغاية 2021، وأن الانتخابات السابقة لأوانها أمر مستبعد. سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لم يدع اجتماع المكتب التنفيذي لهيئة المنتخبين أول أمس الأحد بالرباط يمر دون أن ينفي مجددا أي احتمالات لإجراء انتخابات سابقة لأوانها بالمغرب، معتبرا أن حكومته ستنتهي ولايتها العادية إلى حدود 2021. في ذات اليومية دائما تطورات ملف بوعشين: استدعاء مستخدمة وندوة في المحكمة، حيث ذكر موقع اليوم 24 الذي يديره توفيق بوعشرين
وناشر أخبار اليوم المعتقل على ذمة متابعته بتهمة الاتجار في البشر، أن عناصر أمنية حلت بمنزل المستخدم عفاف برناني في حدود الساعة 8 من صباح يوم الاثنين وطلبت منها مرافقتها، مضيفا أن المستخدم المذكورة لم يتم تمكينها من استدعاء في الموضوع مدعيا أنه تم اعتقالها قبل أن يعود الموقع ذاته ليقول إن المشتكية الموظفة في جريدة أخبار اليوم قد غادرت مكتب الوكيل العام للملك بعد 4 ساعات من إيقافها من طرف الأمن من داخل منزلها العائلي في الدار البيضاء. نتحول إلى يومية الحركة في عنوان لها المتعلق بالتعليم. الحوار يؤجل إضرابات الجماعات، وأمزازي يؤكد عدم توصله بأي طلب للقاء من نقابة التعليم العالي، حيث أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي أنه لم يتوصل بأي طلب لقاء من النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل إعلانها عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام قر الوزارة، وبالتالي فلم تتم برمجة أي لقاء مع هذه النقابة. وذكر بلاغ للوزارة رد على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص فشل الحوار مع النقابات القطاعية أن هذا الخبر غير صحيح بالمرة، إضرابا دائما لإتاحة الفرصة للخروج من الاحتقان المزمن بالقطاع. الحوار يؤجل إضراب الجماعات، حيث قرر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للعمال وموظفي الجماعات المحلية تأجيل الإضراب الوطني المرتقب بالقطاع وإتاحة الفرصة للخروج من الاحتقان الذي عمر طويلا بقطاع الجماعات الترابية. نتحول إلى يومية الاتحاد. دراسة إسبانية، المغرب يعزز قدراته الدفاعية لمواجهة أي تهديد خارجي، حيث كشفت دراسة حديثة قامت بها مجموعة تفكير إسبانية حول قضايا الأمن الدولي تابعة لجامعة غرناطة أن قوة المغرب العسكرية الخاصة بالوحدات الحربية الأرضية ذات طبيعة دفاعية، في حين أن المغرب على استعداد مطلق لمواجهة التهديدات المحتملة لوحدته الترابية. تقول وبالفصيح في ذات اليومية الأيمن كتب يونس مجاهد معركة تحرير الشواطئ، يقول يستحق موضوع الصيد البحري في المغرب دراسات وأبحاث بل وأفلام وثائقية وغيرها من الكتابات لتأريخ ما حصل منذ أن كانت المراكب الإسبانية تنتهك المياه الإقليمية للمغرب في البحر الأبيض المتوسط وتكاد تصل إلى الشواطئ لتنهب الثروة السمكية، مما أثر كثيرا على مخزون السمك بالمغرب. نختتم هذه الجولة الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم بيومية رسالة الأمة. الجرادة إضراب عام إحياء لأربعينية أحد الضحايا، حيث نفذت ساكنة جرادة إضرابا عاما أمس الاثنين تزامنا مع إحياء أربعينية صحية السندريات المسمى قيد حياته عبد الرحمن زكريا، والتي اختارت أن تتم أجواؤها بساحة سوق الأحد لقدرتها على استيعاب أكبر عدد من المشاركين الذين من المحتمل أن يحضروا لتخليد هذه المناسبة. وكعنوان أخير في يومية رسالة الأمة، مجلس البرلمانيين السابقين ينتقد وصفة إصلاح تقاعدهم وهذا ما يقترحه لمعالجة الأزمة، حيث عبر المجلس المغربي للبرلمانيات والبرلمانيين السابقين في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الذي عقده بالرباط عن رفضه المطلق وتنديده بما أسماه بخطاب تبخيس المؤسسة التشريعية، وكذا ما وصفه بالصورة النمطية الخاطئة عن إسهام البرلمانيات والبرلماني السابقين والحاليين في الاضطراع بالدور الدستوري المنوط بهم أثناء انتدابهم التشريعي. كان هذا إجمالا زميل عبد الحي أهم وأبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. شكرا نبيل. عودة مشاهدينا للأخبار والصحف التونسية ليتم معنا ما بدأه غفران الحسيني من تونس. غفران مرحبا مجددا. مرحبا مجددا زميلي عبد السميع، أنا أعتذر على انقطاع الاتصال لكن الأخبار لم تنقطع من تونس فيما يتعلق بأزمة الحكم، كما وصمتها صحيفة المغرب حكومة ثالثة للباجي قائد السبسي أم فرصة ثالثة ليوسف الشاهد، حيث اعتبرت الصحيفة أن الحكومة تعتبر اليوم ضعيفة الإسناد سياسيا وحزبيا، وهي لا يمكنها أن تصمد أمام غياب إسناد المنظمات الوطنية الكبرى وهي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف. النقد الذي وجهه اتحاد الشغل في اجتماع هيئته الإدارية كان قويا للغاية حسب الصحيفة، وختمت بالقول أنه لو لم يكن هناك مشارف انتخابات بلدية لكان الحل الأمثل هو
انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تعاد فيها الكلمة للشعب، لكن يبقى السؤال الأبرز، هل يملك يوسف الشاهد اليوم القدرة على إعطاء نفس جديد وقوي للعمل الحكومي بغض النظر عن تغيير الأسماء، أو هل ما زال قادرا أيضا على أن يكون فعلا ربانا لسفينة الوطن التي تتقاذفها الأمواج، وأن يوحد ويعقلنا عمل جهازه التنفيذي؟ نتحول الآن إلى صحيفة الشروق وفي ذات الموضوع عنوان بارز اليوم، لقاء الموقعين على وثيقة قرطاج نريده اجتماع الحسم. كتبت الصحيفة أن الفاعلين السياسيين يأملون من اجتماع اليوم على وثيقة قرطاج في التوصل إلى مراجعة الأولويات وتحقيق مخرجات في مستوى ما تتطلبه البلاد في مرحلة الراهنة ومعالجة جذرية للوضع الاقتصادي والاجتماعي. يعلق العديد من السياسيين، أضافت الشروق، أمالا عريضة حول مخرجات اجتماع الموقعين على الوثيقة. من جانبه يلخص القيادي في حركة النهضة عبد الحميد جلاسي انتظاراتهم من اجتماع اليوم في تصميم التونسيين وتثبيت الأولويات الموضوعة. من جهته ينظر رئيس الكتلة الوطنية مصطفى بن أحمد من اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج يترقب توضيح الرؤية من معالجة جملة القضايا المطروحة، لكن الجميع يريدون هو اجتماعا للحسم للخروج بالبلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تلوح في الأفق أنها خانقة. نختم جولتنا بصحيفة الصحافة وفي مقال الرأي، قصر قرطاج يفتح أبوابه لتعميق الحوار، هدوء في قلب العاصفة، هكذا كان العنوان. كتبت الصحيفة، كثيرا ما راهنت بعض الأطراف على حالة الاحتقان السياسي والاجتماعي لاستثمار عائداتها حزبيا، مقدمة نفسها على أنها رمز التوازن في البلاد، غير أن مبادرة الرئيس للاجتماع اليوم بالموقعين على وثيقة قرطاج خيبت بلا شك أحلامهم. تابعت الصحافة، من شأن أي مبادرة رئاسية أن ترسخ في أذهان التونسيين أن التهدئة السياسية الوطنية التي استعصت على رئاسة الحكومة وفشلت فيها الأحزاب في توفير الحد الأدنى منها ليست نهاية الأمر، وهي رهان الاستقرار الوطني. كما تابعت صحيفة الصحافة، أنه كان يفترض سياسيا أن تتكفل أحزاب الحكم بتنفيذ الاحتقان السياسي من خلال توفير الإسناد والشعبي للحكومة. كان يفترض أيضا أن تتكفل الحكومة بنفسها لتحقيق التوازن السياسي، إلا أن اليوم موقف رئاسة الجمهورية هو الذي يتدخل من أجل تحقيق هدوء في قلب عاصفة سياسية لا زالت لم تخرج منها البلاد بعد. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحافة التونسية التي صدرت اليوم. شكرا غفران الحسيني. بدورنا نقرأ معكم الصحف أو الصحيفة الفرنسية الصادرة اليوم لوموند، والتي طبعا اهتمت بمواضيع متعددة نقرأها معا. تركيا هذا الحليف الذي يضرب حلفائنا، هو عنوان اختارته صحيفة لوموند لحديث أجرته مع الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند. يقول في حوار خاص به لوموند، هولاند يقول أنه بعد خروجه عن تحفظاته، تقول الصحيفة إزاء الأحداث الدولية، ينتقد موقف تركيا حيال الأكراد في سوريا، ويتساءل عبر الصحيفة من هو هذا الحليف الذي يضرب حلفائنا في سوريا وبمساعدة الجهاديين في الميدان. يقول أيضا في الحوار الذي أجراه مع الصحيفة أن روسيا تعيد ترسانتها العسكرية منذ مدة، وإذا كانت روسيا تمثل تهديدا فإنها ستكون مهددة أيضا. في موضوع آخر أشارت إليه صحيفة لوموند أيضا ويتعلق بالمنطقة المغاربية، قالت أن التونسيات يردن نصيبهن في الميراث، موضوع تطرقت إليه الصحيفة، وقالت أن 2000 من متظاهرات تونسيات طالبنا يوم أمس بتعديل قوانين الميراث والمساواة فيها بين الجنسين في هذا السياق. هذا أهم ما أوردته صحيفة لوموند الفرنسية، ونختم موعدنا معكم بفقرة الكاريكاتير. We'll be right back.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.